اهلا الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو باحسن الحال ان شاء الله. ايوا كما تشوفوا هذا هو اول فيديو ليا في تركيا. كما تشوفوا تبارك الله الشتاء، والله الشتاء وسبحان الله هاد الجو ديال تركيا زوين كيحمق، ولكن الواحد ما يثق فيه. الصباح صراحه كانت الشموجات، ودابا تبارك الله شوفوا الشتاء عافية، يعني في الشتاء ان شاء الله المهم يعني تخفف شويه بينا نمشيو للجامع ديال ايا صوفيا وهذا ديال السلطان احمد. المهم دخلنا شفنا دويره هكا شويه، هذا دخلنا درنا واحد الدويره شويه خفيفه وخرجنا ما تعطلناش فيه. ومن بعد دابا خرجنا وتشوفوا الزحام هنا، الزحام نيت تسنينا 21 دقيقه شادين النوبه باش ندخلوا المسجد ايا صوفيا. ايوا دابا حنايا في الدخله ديال ايا صوفيا. قبل ما ندخلو غنحطو الصبيبطه ديالنا حيت ممنوع يدخلو بالصبا، المهم راكم عارفين هادشي، ولكن حنايا غناخدو تصويره للصباط قبل ما ندخلو لحقاش كاينين بزاف الصباط ما يدخلتوش لينا مع الصباب ديالنا، بس بالزربه نلقاوهم اللي نخرجو. المهم هنايا غنجلسو واحد نص ساعه ولا اكثر عاد غنخرجو نمشيو نتغداو لحقاش فينا الجوع بالضبط. ما قتلني بالضحك من غير هاد الولد المسكين. دابا انا تندير فيديو صحاب لي تنصورو تيدير وضعيات وصورت ليه تصويره باش ما يبقاش فيه الحال، خليتها في الانستغرام. البنات اللي ما عارفينش الانستغرام ديالي غنخليه هنايا وتما كنتعرفوا اكثر. مرحبا بكم. ايوا دابا غاديين واحد الجامع اخر متابع ديال المسجد ايا صوفيا. هذا اللي شفناه مسجد ايا صوفيا الكبير، غنمشيو نشوفو ايا صوفيا مسجد ايا صوفيا الصغير. ومنها كانت منظرو المهم صراحه هاد البلاصه واعره زوينه عجبتني بزاف. شوفوا الدير كيف مديكوريين ومزوقين، خصوصا هاد الزرق، ولكن هو ماشي دار، هذا اوتيل. صافو من بعد غنمشيو للمول اوف اسطنبول. اجيو نشوف الحلويات شنو كاين. تبارك الله ما شاء الله هادشي كيشهي، عندهم الحلويات تبارك الله وحده تنسك في الاخرى. الواحد ما يكره يذوقهم كل مره وحده، ولكن يعني كل مره تندوق شي حاجه وحنا غاديين. هادشي اللي كاين مهم، هادشي راه تقريبا بحال نفس بحال هادو اللي مغطيين بالحمر الخضر الفستق، هذا تقريبا نفس المذاق ونفس الشكل، غير هما في برا كيغلفوهم يعني بديكور اخر، اللي بنكهات الفستق اللي بنكهات هذا، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين. حنا بغينا ندوقوا هادي اللي دايره بحال الايس كريم، مشهوره بزاف هنايا
وقلنا مناسبة باش ندوخوها. واش كيف دايره هي في المذاق زوينه ولا؟ المهم في التحت دايره بحال كريمة بيضاء هي، في الفوق الكريمة ديال الفستق. صراحة عجبتني واعرة بزاف. ايوا هنا يعطانا الشاي اللي هو عباره عن فواكه مجففه وبعض الورد مجففه. المهم كيخلطوهم وتيدير لهم واحد النبته، المهم سكري وما عرفت بالضبط، ما عرفتش كي نشرح لكم. المهم هاد الشاي صراحه مفيد بزاف للصحه. وغنجيبو الدويره هنايا دابا، حنايا في السوق المصري في مساحه تقسيم. هذا السوق جد مشهور، يعني اي واحد جاي تركيا ضروري يشوفه. فيه بزاف، في الذهب اللي بغى يشري الحوايج، في الصابون طبيعي، هذا صابون طبيعي، في ديال الورد، ديال الحامض، ديال الالويفيرا، ديال النيلة، ديال الحليب الماعز. هذا فكرني في ديال الحليب، صابونة الحليب الحمراء اللي عندنا في المغرب، ضحكتني. هاي هذا الشيء اللي كاين. ايوا اليوم غادي نمشيو لمدينه اخرى اللي هي انقره. المهم جينا اليوم لهنايا حتى قصرنا التيكيت، غنتسناو حتى تجينا الوقيته باش غنطلعوا الباط ولا السفينه، ما عرفتش كل واحد اش تيقول ليه. المهم ملي نوصلوا انقره ونصور لكم ان شاء الله. دابا باقي الحال غادي نحطو حوايجنا ونمشيو نضربو دويره برا، ما حد باقي الحال. واقيلا غنمشيو واحد السوق ولا واحد البلاصه، واحد الجبل طالع بزاف. المهم هنايا الجبل اللي قلت لكم راه فيه الدروج، ما تطلعوش الجبال، يعني فيه محلات وهذا. المهم طلعنا الدروج، واخا هكاك تيسخفوا دوك الدروج صراحه بزاف، ولكن هذا المنظر ما يمكنش، راه داك المنظر واعر بزاف. المهم دابا غنمشيو لواحد السوق قريب هنايا، يعني دابا غير تنشوفو هاد البلايص اللي قريب هنايا في السنتر ديال انقرة. من بعد غدا ان شاء الله غنمشيو نشوفو يعني البلايص اللي معروفين ليه هنايا انقرة. نتمنى يعجبكم الى فيديو، بالنسبه اللي باقي ما مشترك عندي مرحبا بي في القناه، والى فيديو اخر ان شاء الله. وكمل الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساوش. يلا باي. Thank you.